بسم الله الرحمن الرحيم. تحية خالصة للشوك تي في وتحية خالصة للجماهير الوجدية، ومبروك على المغاربة ومبروك على المنتخب المغربي. اليوم غادي نتكلموا على اللاعب تاع حركاس اللي الجماهير كانت تحتج عليه، راه بحقها، لان دار واحد الخطا كبير. هو ود النادي المولوديه الوجديه اللي عطى المولوديه، والمولودي عطى بيناتو. هو نهار اللي مشى لعبنا المقابله بين الرجاء البيضاوي والمولوديه الوجديه في الدار البيضاء، سجل اصابه ودار شي اللي زيش دارو، لا رياضه لها، بحال نسى الخير للمولوديه. علاش دير هذيك انت لاعب احترافي ودير هذاك الشيء؟ هذاك الشيء اللي بقى دوك انتقام تاع الجماهير. وما كون كان هو كون كان جوار، كون كان لاعب احترافي ومخلق بين يعتذر الجماهير الوجديه، يدير واحد البلاغ ويعتذر لهم باش القلوب تفتح. دوك هكا دروك غادي تبقى هكا، هذه الكراهيه تبقى طول الحياه دروك. بينا هو بقى لاعب شويه تاع العشره، شكون اللي بيناتك؟ بيناتك المولوديه اللي بيناتك، بس هي اللي بيناتك الفريق الوطني. والحمد لله حنا تمنينا باش انت تكون لاعب دولي وتكون انت الخر. انت هذوك لي جيست اللي درتهم ما بغيتش تعتذر، بقيت معلي راسك وبقيت تبي راسك قدام الرجاء وقدام الاخر، وانت تسلم هكا على التريك وعلى القميص ميت ماركيت البيت. ها هو اليوم تحت في الفخ، وجيت المدينة تاع الخير ليك اللي فيها. ها هو ربي فتحك، والجمهور بحقه يغوت عليك ويدير اللي بغى يدير. هنا انت ما بغيتش تعتذر، هذا الشيء هو رد الفعل تاع الجماهير. وكون كان الاعتذار من هذاك الشيء اعتذر، الناس قاعد تخطا والناس قاعد الاخر كون كان يعتذر الجمهور يبرد شويه. انا بعدا مش خسر، انا بعدا نبرد كون كان اعتذار تاعه وكل شيء، بعدين يبرد شويه. بينا هو ما اعتذرش، هو بغى يبين قدام الجماهير تاع الدار البيضاء انا ها ورانا رجاوي، ويسلم على الكريكو ودير واحد الهجس وكل شيء. هو نسى المولوديه ونسى، مش هذوك هما اللعابه الكبار. اما اللعابه الكبار كاع كانوا يفوتوا في الانديه وكل شيء، والله يسهل عليهم شي فرقه اخرى، ومين يسجل شي بيت يعليدو لاحترام الجماهير والناس. هذه هي الكره، ماشي انت تبقى دير واحد الحاجه اللي بعيده على كل الهجس ديرهم. فينا الجماهير الوجديه الجمهور الرياضي وحب المولوديه وحب المنتخب، هو ماشي راه الجمهور الوجدي جاب ضد المنتخب. هو كان ميت مركا البيت كلشي تيران يتهز، والتيران مضروب كاع مدرجات عامرين، الست تبلع، الشبابيك تبلعوا. بينا جماهير كبيره الحمد لله، الجمهور تاع الجمهور الوجدي اللي عطى الكلمه تاعو وعطى الحب تاع الوطن، حب المنتخب الوطني تاعو. هاد السيد ماشي باش حنا ضده ولا كل شيء، هما هي باش تعرف باش يعرفوا هادو الجامعه والمدرب والناس محبين تاع الدار البيضاء، كنحترموهم وكاملين. بين هالشخص ها السبب علاش نهار الماتش تاع الرجاء المولوديه لعبت بالرجاء، دار هاد الواحد ليجيس اللي دارها بين ماشي رياضه، وبقى يدير على الجماهير الوجديه ها انتم الاخر. المهم رد الفعل تاع الجماهير هو اللي صار له المشكل. شادي نقول لكم خوشي، المنتخب جا مرحبا به، حنا رحبنا به فوق راسنا وعينينا. تحياتي لاي واحد. وبالنسبه لواحد النقطه ديال جمال حركاس بغينا نوضحوها، جمال حركاس ما كيمثلش الوجاده نهائيا، لحقاش كان جاي يمثل الوجاده وكره دار كيخفي فيه، واخا ما سمحوش في المستحقات ديالهم، حتى هي داكشي كيبقى رزقهم، حنا ما نقولوا شي حاجه ولا فهمتني، يعني داكشي ديالهم. جمال حركاس ما دار فيها ما يصلح، باش غادي تجي نتايا فرقه طلعاتك من ليك وشمينين، طلعت كادي جونيور اسبوار، يعني مشيش فيها تعممش فيها، يعني فهمتني، يعني هو راه عارفو البوبليك ديال وجده كلشي راه عارف، حنا نعرفو هي مولوديه في مدينه وجده، يعني الفرقه المعينه هي مولوديه وجده، فهمتني، يعني وان فينال، يعني باش غادي تجي انت تنكر واحد الجميل ديال واحد الفرقه اللي هزت بيك وكبراتك ملي كنت صغير، وهي اللي بيناتك وداك البوبليك ديالها، البوبليك عامه شنو هو اللي بينك، وغادي تجي غدا من غدا تبدلتوني وتنكر داك الخير كامل اللي دارتو فيك هي، وداك الشيء كامل اللي دارتو فيك هي، وطلعتك وبيناتك كنت تلعب في فرقه واحده اخرى، وشي تنكر داك الخير كامل على مسبتش به. حنا جمال حركاس بغينا نوجهوا له واحد الحاجه، الله يسهل عليه مسيره موفقه، وشي حنا كوجاد احرار ولاد المدينه، ونموتوا على المدينه ونموتوا على اللوغو، ما كيشرفناش واحد وجدي بحالك، خلاص تلقاو يعني ما غاديش يشرفنا انسان يكون بحالك في مدينتنا.
طوب بوان فينال هذا اللي نبغي نقول له، ولا يسهل على اي واحد صولو مولوديه، راه نعرفوا غير مولوديه في المنطقه الشرقيه كامله. ديما مولوديه تحياتي للجميع، وبوبليك وجده فيردي معروفه من بكري، والشرق كامل فيردي معروف من بكري، هذه بلا ما نهضروا عليها. وتحيات بالنسبه للمنتخب الوطني ليكيب ناسيونال اللي لعبت هنا في ملعب دونور الشرفي وجده، اللي كان واحد الحضور قوي تبارك الله من الجماهير، ورحبوا بلي جوار. انا نهضروا على النقطه نتاع جمال الحركات. بالنسبه للراي ديالي انا على جمال الحركات، السيد راه جاي يلعب مع المنتخب مع ليكيب ناسيونال، راز القميص تاع التوني تاع المغرب. يعني الا بغيت تعاقب كما نقولوا الجماهير، الا بغاو يعاقبوا يعاقبوا لي جوار، عندهم عده معاقبات يعاقبوا بها، بحال في فيسبوك، في مواقع التواصل الاجتماعي كاملين يلونسيو ويهضروا عليه. يعني راك تما راه اول فرصه ديالو كما نقولوا في المنتخب، راه هو دار غلطه بالنسبه، دار غلطه كبيره اللي ما يديروهاش لي جوار. ولكن واش غادي دير؟ جوار ضروري يغلط، فهمت؟ راه جمهور ضروري يسمح له، راه جمهور وجده راه كبير معروف تبارك الله، واش غادي يسمح لي جوار؟ الجوار راه دار غلطه، صح ديك المعاقبه اللي هو اول ماتش ديالو خصو يبين، وخص الجماهير يعاونوه. لحقاش جمال الحركات راه ابن مدينه وجده، خص الجماهير تعاونوه وكذا. هو غلط صح ماشي بديك المعاقبه، راك شفت بحال اللاعب اكردو واشرف حكيمي راهم ما عجبتهمش ديك القضيه، راهم بقاو في واحد اللقطه راهم داروا رده فعل على الجماهير. واه يخرج بشي تصريح يعتذر، وان شاء الله يكون خير، ونطلبوا له التوفيق. وتبارك الله جمال الحركات لاعب كبير، ماشي زعما واخا دار غلط، تبارك الله راه جوار كبير. جمهور مدينه وجده راه احسن جمهور في المغرب، كان شي ملعب يهز 100000 متفرج ولا 150000 متفرج، راه غادي يكون مفاجاه اكثر بكاس العالم اللي لعبوا في قطر. حقاش علاش وجده جراده كاع النواحي وجده، وديها حتى التوريد جاو وجاهم اوروبا، وراه باقي عند الناس هنا. لا حتى هو الحقيقه، حتى هو هذا الخطا، خصو هذيك راه خصو يتعاقب عليها، ما خصوش يدير ديك القضيه هذه، خصو يقدم الاعتذار والجمهور يوجه عاوتاني يعتذر ويتصالحوا بعضياتهم. ها هي فات الشمع. انا شفتو شفت المقابلات عجبني الصراحه، نقولوها الدوزا ماتش دار اخطاء، كاع الناس كيديروا اخطاء، والتجربه الاولى وكذا، راك عارف منتخب هذا راه تا هو منتخب، ماشي يروحوا في المنتخب منتخب ونص، وان شاء الله كاس افريقيا ديالنا السماء الله من الارض.